باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان. في الحقيقة من الواضح أن هنالك حاجة إلى تطوير الموقف العلني لأعضاء الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي وأيضا حتى الأمم المتحدة فيما يتعلق بالبيئة التشريعية التي تقيد حرية تكوين الجمعيات في البحرين، وأيضا لجوء السلطات البحرينية إلى إغلاق الفضاء الديمقراطي والمدني والسياسي بالكامل. عندما نقرأ قانون الجمعيات الأهلية على سبيل المثال، نلاحظ كيف أن السلطة وفرت من خلال المادة 11 للجهة المختصة صلاحية رفض طلبات ترخيص إنشاء المنظمات غير الحكومية وحل الجمعيات لأسباب غامضة وإيقافها مؤقتا، وأيضا التدخل في عملها. يضاف إلى ذلك عندما يعني فشلت الحكومة البحرينية في تقديم مبررات حول تقييدها لحرية تكوين الجمعيات من خلال تقريرها الذي قدم للجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي بالمناسبة تم تقديمه متأخرا 10 سنوات بذريعة بناء القدرات. في هذا التقرير تحدثت السلطة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبرت أن من إنجازاتها هي طباعة كتيب جيب في ديباجته يتحدث عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. في قبال ذلك لم تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين المنشأة بخلاف مبادئ باريس أي موقف داعم لإيقاف الانتهاكات التي تطال المنظمات غير الحكومية. فبالتالي أعتقد بأنه من المهم أن يراجع المسؤولين في الأمم المتحدة وأن يكون هنالك ضغط لتقييم علاقة المسؤولين في الأمم المتحدة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أو حتى رفض الالتقاء بهم وغير ذلك. أيضا هنالك حاجة إلى إعادة تقديم طلبات المقرر الأممي الخاص بحرية تكوين الجمعيات والمقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء. القاضي جمعة عبد الله الموسى على سبيل المثال، الذي أصدر الحكم بإغلاق جمعية الوفاق وجمعية وعد، تم مكافأته بترقيته كوكيل في محكمة الاستئناف العليا المدنية، وبعد سنة من هذه المكافأة أصدر حكم السجن المؤبد بحق الشيخ علي سلمان ونائبين من جمعية الوفاق. أيضا هنالك إشكالية أخرى تتعلق باستمرار جهاز الأمن الوطني وبعض الأجهزة الأمنية في ملاحقة الناشطين الحقوقيين. أحد ضحايا التعذيب ذكر في تقرير Human Rights Watch أن ضابط التحقيق وضع في أنفه دماء وقال له انظر هذه دماء أشخاص لم يتعاونوا معنا، وتم إجباره على تقديم اعتراف انتزع تحت وطأة التعذيب. في مثل هذه الغرف يتم جرجرة ناشطي المجتمع المدني، هذه الغرف التي يتم فيها وضع الدماء في أنوف معتقلي الرأي. أيضا هنالك مسألة تتعلق ب يعني أن السلطة طورت حتى أشكال وأساليب التعذيب وأشكال قمع المجتمع المدني. يعني موضوع قانون العزل السياسي طورته ضمن مسارين، منعت أعضاء الجمعيات المنحلة من المشاركة في الانتخابات، ومنعتهم أيضا حتى من الانضمام للجمعيات و الأندية الثقافية. أتصور هنالك حاجة إلى تجديد طلبات المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لزيارة البحرين، وأيضا حتى تطوير الموقف الخاص لدى المفوضية السامية حول ما يتعلق بواقع حرية تكوين الجمعيات. شكراً.